بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت ربي تجعل الحزن سهلا. سهل اللهم أمورنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا ومرحبا بكم في رحاب حصتكم التسهيل لقراءات التنزيل، ولازلنا مع قراءة ابن كثير المكي عليه رحمة الله في الحلقة الأخيرة، وهي الحلقة 21 التي نجمع من خلالها بين رواية البزي ورواية قنبل، وهما راوية الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. كنا في الحلقة السابقة قد طبقنا هذا الجمع بين الروايتين على أواخر سورة الزخرف وعلى سورة الدخان كاملة، واستخرجنا أهم الأحكام التي خالف فيها الإمام البزي الإمام قنبلا عليهما رحمة الله. واليوم بحول الله تبارك وتعالى في الجزء الثاني من الجمع بين الروايتين نطبق أحكام قراءة ابن كثير براويه على أواخر سورة هود وبداية سورة يوسف عليهما الصلاة والسلام. من أجل أن نقف على الفروقات والخلافات بين الروايتين، يشرفني دوما أن أستضيف الشيخ القارئ الجامع الشيخ حسين وعليلي. أهلا ومرحبا بكم في حصتكم التسهيل لقراءات التنزيل. مرحبا بكم شيخنا الفاضل الشيخ عماد، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم والسيدات المشاهدات الكريمات، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركة القرآن العظيم، وأن يجعلنا رفقاء له في هذه الحياة الدنيا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. آمين آمين. شيخ حسين، اخترت لنا اليوم أواخر سورة هود وبداية سورة يوسف عليهم الصلاة والسلام. كما جرت العادة نبدأ مع تلاوتكم المباركة، ثم بعد ذلك في الجزء الثاني نستخرج ونستنبط أهم الأحكام. على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فلما جاء سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم
مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. قل لا موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء وما زادوهم غير تتبيب
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجى
أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقون لمن الشاهدين شيخ حسين بوركتم على هذه التلاوة المنقحة المجودة المرتلة بوركتم نذكر المشاهد الكريم بأنها كانت بقراءة ابن كثير وقد جمعت بين الروايتين ابتدأت برواية البزي وأردفت عليه رواية قنبل وسنعود لاستخراج أهم الأحكام من هذه القراءة ولكن بعد الفاصل لا تذهبوا بعيدا أهلا ومرحبا بكم من جديد مع حصتكم التسهيل لقراءة التنزيل وقد وصلنا إلى الحلقة الثانية في الجمع بين رواية البزي ورواية قنبل واخترنا اليوم مع الشيخ حسين أواخر سورة هود وفواتح سورة يوسف عليهما الصلاة والسلام وكما وعدناكم بعد التلاوة الماتعة في الجزء الأول نصل إلى استخراج واستنباط أهم الأحكام وأهم الفروقات والخلافات
بين الروايتين، رواية البزي ورواية قنبل، والشيخ حسين اخترنا بعض الآيات فقط من باب التمثيل لا من باب الحصر، ومع الآية الأولى وهي الآية 81 من سورة هود عليه السلام. نعم شيخنا الفاضل، في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. قرأ الإمام البزي رحمه الله تعالى فلما جاء أمرنا بإسقاط الأولى وفاقا لقالون، هكذا فلما جاء أمرنا، فلما جاء أمرنا وتكون من قبيل المنفصل. نعم، فلما جاء أمرنا لأنه أسقط الأولى، وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كان من كلمتين فتى العلاء، ثم قال رحمه الله: وقالون والبزي في الفتح وافقه. فالبزي عادة في الفتح ما يوافق قالون في كثير من الأحيان. فأما قنبل رحمه الله تعالى فقرأ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية جاء أمرنا، أو الوجه الثاني بتحقيق الأولى وإبدال الثانية طولا جاء أمرنا، هكذا. وقد وافق في ذلك ورشا رحمه الله تعالى. آية الموالية. نعم، في قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. أخاهم شعيبا هنالك صلة لميم الجمع أخاهم شعيبا، واتفق في ذلك الإمامان رواية عن ابن كثير. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الحكاية نفس الأمر، ما لكم من إله غيره بصلة ميم الجميع، ولا تنقضوا المكيال، ولا تنقصوا عفوا، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم. هذه الياء تسمى بياء إضافة، لا الإضافة التي يضيفها المتكلم إلى نفسه، واختلف هنا فيها، ففتحها البزي هكذا إني أراكم، وموافقة لقراءة نافع. وقرأ قنبل بإسكانها إني أراكم. نعم، أراكم بخير، هذه ميم ساكنة مع الباء، في الأصل فيها إخفاء لو أننا أسكنناها كما هو الحال عند الجمهور الباقي القراء، ولكن الإمام ابن كثير له ضم ميم الجمع هكذا أراكم بخير، واتفق في ذلك. إذا ضم ميم الجمع يسقط حكم نعم يسقط الإخفاء، حكم الإخفاء هنا. نعم، وإني أخاف عليكم، هذه كذلك ياء إضافة، ولكن هنا اتفق القارئان بخلاف الموضع الأول في هذه الآية إني أراكم، اتفقا وفاقا لنافع. نعم، وفاقا لنافع، اتفقا في فتحها. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، كذلك هنا صلة ميم الجمع، ميم جمع يصلها الراويان باتفاق. الآية الموالية بقية الله خير لكم وإن كنتم مؤمنين، كذلك تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الكلمات التي كتبت بشكل مخالف للقياس. تكلمنا عن كلمة شجرت. شجرت، قلنا هنالك كلمات في القرآن الكريم مثل امرأة وبقية ورحمة، ورحمة مثلا ونعمة، فهذه الكلمات كتبت ببعضها كتب بالتاء المبسوطة، وكذلك الحال هنا، وجمهور القراء إذا وقف عليها وقف عليها على مرسوم الخط. نعم، وقف على مرسوم الخط، يعني يقف بالتاء بقية، وإن كانت ننبه إلى أنها ليست موضع أو محل وقف، لأنه لا معنى للوقف عليها هكذا بقية، إلا أن يوقف الشيخ تلميذه عمدا على هذا الوقف ليسمى بالوقف التعليمي أو الوقف الاختباري مثلا، يختبره إن كان متمكنا في مثل هذه المواضع. فابن كثير رحمه الله تعالى وقف على هذه التاء بالهاء فيقف بقية هكذا. الآية الموالية. نعم، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك، قرأها بالجمع، ورأينا أنها قد لونت بالأحمر في المصحف لأن حفصا، لأن الافراد نعم جعل الأصل كأنه مصحف حفص، فالمصحف بالإفراد في مصحف حفص بالإفراد، قالوا يا شعيب أصلاتك، ولذلك وافق هنا نافعا هكذا أصلواتك بالجمع، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. طبعا احنا وقفنا لأنه محل وقف، وفي المصحف موجود حرف جيم صغير فوق النشاء معناه الوقف الجائز،
يعني يستوي الطرفان، فالوقف هنا جائز. ولكن لو وصلنا يترتب على ذلك جمع همزتين مزدوجتين أو همز مزدوج من كلمتين، الأول مضموم والثاني مكسور، فحكمها عند القراءة في قراءة ابن كثير أن نحقق الأولى ونسهل الثانية، نشاء إلى، نعم وفاقا لنافع، نشاء إنك وفاقا لنافع، نعم وفاقا لنافع، وإن كان نافع قد اختص بهذا الموضع بحال له وجهان، له وجهان، تسهيلها كما هو الحال هنا لابن كثير، وإبدالها واو واوا مكسورة نشاء ولا أو نشاء إنك. وإنك. الآية 89، ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن، شقاقي أن هذه من ياءات الإضافة التي يضيفها المتكلم إلى نفسه، وقد اتفق الراويان البزي وقنبل على فتحها رواية عن ابن كثير رحمه الله. وفاقا لنافع أيضا. نعم بارك الله فيك. قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، نفس الأمر نفس الحكم، ياء إضافة، واتفق على فتحها رواية عن ابن كثير وفاقا كذلك لقراءة الشيخ حسين. فقط نافع. قبل أن نذهب إلى الآية الموالية، كلمة واتخذتموه هنا نعم. ابن كثير يوافق حفصا في نعم. عدم إدغام الذال في التاء. نعم أغلب القراء يدغمون الذال في التاء هناك كما هو الحال بالنسبة لورش. نعم واتخذتموه وراءكم ظهرية، ولكن ابن كثير رحمه الله تعالى وافق حفصا ووافق رويسا عن يعقوب، هؤلاء الثلاثة يظهرون الذال عند يظهرون التاء. نعم، أما البقية فإنهم يدغمونها واتخذتموه وراءكم ظهرية. في قوله تعالى ولما جاء أمرنا، نفس الحكم بالنسبة للكلمة الأولى قد مضى بينا. نعم في بداية قراءة القراءة، فالبزي يسقط الأولى جاء أمرنا وفاقا لقالون، وأسقط الأولى في اتفاقهما، فتكون من قبيل المنفصل، وهو رحمه الله تعالى له مذهب واحد في أو له قول واحد في المنفصل أنه بمقدار القصر اللي هو حركتان اثنتان. ولما جاء أمرنا، وقنبل يحقق الأولى ويسهل الثانية، أو يحقق الأولى ويبدل الثانية طولا طولا وفاقا لورش. نعم جاء أمرنا بتسهيل، أو جاء أمرنا طولا هكذا. الآية الموالية لما جاء أمر ربك، نفس الحكم نفس الحكم نفس الحكم تكرر، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، هنا يأتي هنا لنا وقفة. نعم يأتي وافق قراءة نافع، يوم يأتي لا تكلم بإضافة أو بإثبات الياء الزائدة وصلا فقط. نعم وصلا. و هنا الشيخ حسين لونت بالأحمر لأنها تخالف حفصا الذي نعم يحذفها وصلا ووقفا. نعم بارك الله فيك. حفص يقرأ يوم يأتي لا تكلم، يوم يأتي لا تكلم. وإضافة إلى هذا لنا حكم مع لا تكلم، لا تكلم، فالبزي رحمه الله تعالى يشدد مثل هذه التاء تكلم التي تلي هذا الحرف حرف النفي مثلا، فكيف يقرأها؟ هكذا بالطول بالإشباع من قبيل اللازم من باب اللازم، فيقرأ كذا لا تكلم. إذن شيخ حسين هو مد لازم كلمي مثقل. نعم ويعني أصله أن لأن الكلمة تكلم أصلها تتكلم، تتكلم فأدغمت التاء في الثانية تخفيفا. هذا إدغام كبير. نعم و ثم بعد ذلك كان هناك ما دام قد أدغمت فوجد السبب لإدغامها، هو السكون موجود في الشدة. نعم فقرأت هكذا بالنسبة للبزي رحمه الله لا تكلم، وهو قد اختص بهذا وانفرد به في مواضع في القرآن الكريم ما تسمى في باب تاءات البزي، يعني له وهي موافقة للغة العربية لا الفصيحة. شك لا شك وموافقة للرواية. نعم وقنبل قرأها بالتخفيف كباقي القراء. في قوله تعالى وأما الذين سعدوا، فتح السين موافقة لنافع، أما حفص فيقرأ وأما الذين سعدوا مبنية لما لم يسمى فاعله. نعم
وأما الذين سعدوا ففي الجنة. وقرأ هو وأما الذين سعدوا وفاقا لنافع رحمه الله. وإن كلا لما هنا لونت كذلك لأنه خالف في ذلك حفصا الذي يقرأ وإن كلا لما في الموضعين. نعم بالتشديد في الموضعين. وإن بدل وإن كلا لما قرأها لما. فهنا ابن كثير وافق نافعا رحمه الله وإن كلا لما بالتخفيف. نعم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله أو وإليه يرجع الأمر كله بنيت للمعلوم لم تبنى لما لم يسمى فاعله وإنما بنيت للمعلوم وإليه يرجع الأمر كله. وهذا محل اتفاق في سواء محل اتفاق سواء في بنائها للمعلوم يرجع سواء بناؤها لياء الغيبة يعني فقراءة نافع مثلا وإليه يرجع لما لم يسمى فاعله. وربما المشاهد الكريم يسمعنا نقول لما لم يسمى فاعله بدل أن نقول مبني المجهول وهذا من الأدب في تعاملنا مع القرآن الكريم. يعني بعض الأحيان وقيل يا أرض قيل مثلا فعل في اللغة العربية لما نكون نعرب في هذا الفعل نقول فعل مبني للمجهول ولكن في القرآن الكريم القائل معلوم القائل هو الله تعالى هو الذي أوحى إلى الأرض أن تبلع الماء وأوحى إلى السماء أن تحبس مطرها. فلا يصح أدبا أن نقول فعل ماضي مثلا مبني للمجهول لأنه ليس مجهول الله عز وجل معلوم وعلم على الذات جل جلاله وعظمة آلاؤه. ففي القرآن الكريم نتجنب مثل هذه الأمور. كثير من الأحيان في القراءة تعنا في قراءتنا القرآن الكريم المعتبر والمعتد به هو الأدب مع الله تعالى سبحانه وتعالى. حتى إننا لما نستعيذ في البداية نستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذكر العلماء منهم يعني أن في بداية الأجزاء في وسط التلاوة وفي وسط الصور المقدم أداء هو عدم الإتيان بالبسملة. ولكن لأن الإمام الشاطبي ذكر التخيير قال وفي الأجزاء خير من تلا يعني في الاستعاذة باب الاستعاذة. ولكن إذا كان الأمر متعلقا بذات الله تعالى كأن إذا بدأنا مثلا في قوله تعالى وله ما في السماوات والأرض أو بدأنا بحزب إليه يرد علم الساعة أو بدأنا بلفظ الجلالة في نحو قول الله عز وجل في حزب سورة النساء الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة أو بدأنا بنحو آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلا يحسن بنا أن نصل الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نأتي بلفظ الجلالة. كل حاجة مبنية على الذوق وعلى الأدب وعلى التواضع لله عز وجل وعلى تعظيم الله. فندخل ونقحم البسملة هنا على أنها ليست هي الوجه الراجح إلا هنا. وقد ذكر ذلك الإمام الوهراني أبو عبد الله محمد شقرون الوهراني رحمه الله تعالى في منظومته فقال وشهر في الأجزاء ترك سوى الذي بمضمرين وباسم الجلالة يجتلى. يعني المشهور هو ترك البسملة إلا قال وشهر في الأجزاء ترك سوى يعني استثناء سوى الذي وشهر في الأجزاء ترك سوى الذي بمضمر إليه يعني إذا كان الضمير عائدا على لفظ الجلالة أو كان الابتداء بلفظ الجلالة صريحا. وبذلك نجمع بين الرحيم وبين لفظ الجلالة. بارك الله فيك. فوإليه هذا فقط يعني دخلنا في هذا الموضوع من بوابة من القراءات إلى باب الأدب. نعم دخلنا من بوابة ماذا؟ بوابة فعل مبني المجهول كقولنا أنه مبني المجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله وهذا الأولى في القرآن الكريم. كلمة يعملون وما ربك بغافل عما يعملون كذلك قرأها بياء الغيب. سورة يوسف عليه السلام. نعم سورة يوسف عليه السلام هذه السورة العظيمة إنا أنزلناه قرآنا قرأها قرانا قرانا عربيا طبعا وصلا ووقفا في جميع القرآن في جميع القرآن الكريم. وهذا محل اتفاق بينهما. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بمعنى أنه سواء كانت كلمة القرآن معرفة أو نكرة في جميع أحوالها يقرأها بالنقل فيأخذها بالنقل
وقد وافقه حمزة رحمه الله تعالى، ولكن وقفا فقط إذا وقف عليها. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. يا أبت هي ليست محل وقف، ولكن لو وقف عليها ابن كثير رحمه الله لوافق من مذهبه في الوقف على نحو بقية وشجرة ورحمة ورحمة، فيقف عليها بالهاء يا أبه، هكذا يا أبه. شيخ حسين، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجمع بين روايتي، رواية البزي ورواية قنبل عن إمام ابن كثير، وهذا هو الجزء الثاني. أظن بأننا قد استوعبنا يعني أهم الأصول التي بنيت عليها قراءة ابن كثير عليه رحمة الله. طبعا في الحلقة القادمة بحول الله عز وجل سنشرع في قراءة جديدة، ولكن لم يبقى لنا في هذه الحلقة المباركة إلا أن نتطرق لأهم آداب حماسة القرآن الكريم من خلال كتاب التبيان للإمام النووي. إخوتي المشاهدين، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد في حصتكم التسهيل لقراءة التنزيل، ومع الركن الأخير في هذه الحلقة المباركة، مع ركن التبيان في آداب حماسة القرآن، ولازلنا مع كلام الإمام النووي، هذا الكلام النفيس. موضوعنا اليوم تتعلق بأخلاق المتعلم بعدما انتهينا من أخلاق المعلم، التواضع للمعلم. يقول الإمام النووي قدس الله سره: وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للمعلم، فبتواضعه للمعلم يدركه. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله، كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. انتهى كلامه. ما تعليقكم شيخ حسين على هذا الكلام النفيس للإمام النووي، وهو يذكر خلق التواضع الذي ينبغي أن يتحلى به المتعلم في حضرة معلمه؟ بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، وجزا الله خيرا إمامنا الجليل النووي رحمه الله تعالى على بيانه هذا الخلق وهذا الأدب الجم الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم. والتواضع خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى ما يزيد العبد بالتواضع إلا رفعة، فمن أراد الرفعة فعليه بالتواضع. والإنسان حتى ولو لم يكن طالبا للعلم عليه أن يتواضع، أن يتواضع لله عز وجل وأن يتواضع لخلقه. فالإنسان هو في نهاية الأمر ضعيف، ومآله إلى التراب، ومآله إلى السؤال ويعد لهذا السؤال جوابه. فالتكبر ليس من شيم الصالحين، لا في طلب العلم ولا في غيره. وقد قيل إن أول معصية عصي بها المولى عز وجل هي التكبر، من قبل إبليس، حين قال إبليس قال: أنا خير منه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فعلى كل واحد منا أن يطهر نفسه من هذا الخلق الدنيء الذي هو الكبر، وأن نتواضع لبعضنا البعض. وأولى الناس بالتواضع لهم هم هؤلاء الذين لهم فضل علينا كالوالدين. ولذلك قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فلا يتكبر المرء على والديه، ولا يتكبر كذلك على من له الفضل عليه، فهو منهم المعلم. فالمعلم له فضل على المتعلم،
فلولاه بعد الله عز وجل ما كان ليعرف شيئا، وما كان ليدري ما أسس هذا العلم الذي ربما في زمن لاحق سيتصدر فيه ويصير ذا شأن ويصير ذا شأن. ولذلك وجب عليه أن يتمثل هذا الخلق النفيس بين يدي معلمه. وما أجمل هذا البيت الذي قال: العلم حرب للفتى المتعالي. ومعنى حرب هنا هو امتناع، فالعلم يمتنع على الفتى الذي يتعالى ويتكبر، كما أن السيل ممتنع على المكان العالي، فالسيل يجتمع في الأماكن النازلة. لذا يقال الشيخ حسين: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحيين. جزاك الله خير، لأن المتكبر يقول: أنا أدرس عند فلان وأنا أحسن منه مثلا نسبا أو أحسن منه مكانة أو كذا، فيستنكف أن يجلس بين يديه ويأخذ منه ذلك العلم. وقد أشار الإمام النووي إلى هذا فقال: ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، فبتواضعه للعلم يدركه. فعليه حين يجلس إلى عالم أن لا ينظر إلى الفوارق الاجتماعية ولا ينظر إلى شيء آخر. فقد جلس خلفاء المسلمين زمانا من زمان مضى، كما وقع مع هارون الرشيد حين جلس بين يدي الإمام مالك رحمه الله تعالى، يطلب العلم بتواضع واستحياء منه. وهذا هو ديدن سلف هذه الأمة الصالح، أن يتواضع للمعلم. قم للمعلم يوفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. لا بد أن نكرم المعلم وأن نعطيه قدره الذي يليق به. إن المعلم والطبيب كليهما لا يعملان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. ولا آكد على هذا الأمر من خلق التواضع، فيبش في وجهه ولا يرفع بصره إليه. وقد ورد أن عالما كان أو كان طالبا عند شيخ، فأخبره أحد زملائه بعد مدة طويلة أن شيخه فيه في عينه شيء، يعني كان أعور العين أو فيه حول يعني في عينه، فأخبره بذلك. قال: والله أنا أدرس عنده منذ 20 أو 30 سنة ما رفعت بصري إليه. حياء منه وتواضعا، يعني أنه يحتقر نفسه أمامه. فكذلك الإنسان حين يجلس أمام إنسان عظيم كملك أو نحوه، فإنه لا يرفع بصره إليه ولا يدقق فيه ولا ينظر فيه. فالنظر، إطالة النظر في الشخص تعني الندية، كأنه سوء أدب. نعم. ولذلك كانوا يخفضون أبصارهم، حتى إن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون وصف النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه، لأنهم لم يكونوا ينظرون إليه. وإن كان النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فوجهه كان أضوأ من القمر وكان أجمل من طلعة البدر حين كماله. وهم كانوا يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتواضعين على ما كان عليه من شرف وجلال قدر وعرفعة عند الله تعالى. فطالب العلم أول من يجب عليه أن يقتدي به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ حسين، فضلا فقط ذكرتني عبارة الإمام النووي: ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا. ذكرتني بمقولة لكبار المحدثين قالوا: لا يبلغ الرجل أن يكون محدثا حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن كان مساويا له. بمعنى أن العلم ليس له عمر وليس له حد، وإنما يأخذ الإنسان العلم أينما وجده. نعم، حقيقة هذا الأمر كان ولا يزال في أمتنا. وأنا أعرف في مشايخنا هنا في الجزائر وفي خارجها، يعني من علم طلبة ثم يعني أولئك الطلبة
ذهبوا إلى خارج الجزائر وحصلوا أسانيد عالية في القراءات، فلما عادوا أخذوا عنهم. وكشيخنا الشيخ منصور بالحاج رئيس هيئة الإقراء في وهران، في وهران، هو من أقرأ الشيخ الفاضل شيخنا الشيخ زكريا بسباسي عضو لجنة مراجعة المصاحف. ولما فتح الله على الشيخ زكريا ورحل إلى مصر وقرأ على كبار مشايخها من مثال الشيخ عبد الحميد السكندراني، محمد عبد الحميد الإسكندري وغيره ممن كانوا أكثر أعلى الناس سندا في القراءات، لما عاد إلى الجزائر عاد الشيخ وقرأ على تلميذه، وهذا قمة في التواضع لا أخذا لبركة الإسناد العالي. نعم. وكذلك وقع مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين قيل لأحد طلبته وكان في أقرانه من هو أعلى منه سندا، قال قيل له لما تقرأ عليه ولا تقرأ على فلان؟ قال إن العلم إذا إن السند إذا فاتك بعلو أتاك بنزول، ولكن الإمام الشافعي إذا فاتك لم تدركه. وهذا من يعني من تواضع العلماء ومحبتهم لبعضهم البعض، ويعني حرصهم على أن يتلقوا العلم من أفواه هؤلاء الأفذاذ من المشايخ والعلماء، فكانوا يتواضعون لهم. ويعني وأنا رأيت أعجب من هذا شيخنا الشيخ طه رأيت علجت، وهو مدرسة في حد ذاته، يعني إذا زاره طلبته في بيته كان إذا لم يسرع الطالب إلى حذائه يأتيه كان بحذائه. نعم كان يأتيه ويسرع ويلبس طلبته أحذيتهم، قمة التواضع، حتى إذا قيل له كيف تفعل ذلك وأنت شيخنا، فيقول هذه سنة مهجورة. وكان مما درسنا حفظه الله تعالى وطال في عمره وأبقاه لنا ذخرة في آخر كتاب الرسالة باب الآداب، قال ذكر جملة من الآداب، قال كحمل النعال والبشاشة في وجه الضيف حتى يوصله صاحبه إلى مركوبه يعني يشيعه، وكذلك غسل ماء يد الضيف قبل وبعد الأكل. قال ثلاثة عملها يسير وأجرها مضاعف كثير، غسل مسك الركاب الحمل للنعال تقديم ماء للغسل بالتوالي. فجزاهم الله خيرا على تواضعهم وبثهم هذا التواضع في طلبتهم، وما زال الخير في أمتنا، ما بقي هذا التواضع يتوارث بين أهل العلم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا بركتهم. الشيخ حسين يعني بهذه النصيحة الرائعة للإمام النووي، وهو يحثنا على أن نتحلى بخلق التواضع، طبعا فيه دعوة إلى أن نترك خلق الكبر. ويحضرني في هذا الصدد قصة رائعة جدا يذكرها صاحب سير أعلام النبلاء، يذكرها عن الإمام مالك بن دينار رحمه الله تعالى، وهو من هو علم وعابد لله سبحانه وتعالى. مر به المهلب بن أبي صفرة وهو يتبختر في مشيته، فقال له مالك بن دينار رحمه الله تعالى يا هذا، وقصد أن ينقص من قدره بهذه العبارة يا هذا، إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا بين الصفين، أي إلا في الجهاد. فقال فرد عليه المهلب بكلام المتكبرين، قال أما تعرفني؟ إنه كان واليا وقائدا. فقاله مالك بن دينار رحمه الله تعالى يعني وضعه في حجمه وفي منزلته، قال له بلى أعرفك، أي أعرف حقيقتك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذينك تحمل في بطنك العذرة. الله. فأجابه المهلب يعني اقتنع بكلامه، قال الآن عرفتني. الشيخ حسين نختم حديثنا بهذه القصة الرائعة عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى، ونكون قد وصلنا إلى ختام قراءة ابن كثير المكي عليه رحمة الله، ونضرب لمشاهد الكريم موعدا مع قراءة جديدة، مع قراءة ثالثة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.